مشاهدينا قناة شوف تيفي، انا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فطور مع ولاد الشعب. اليوم مشاهدينا كنتواجدوا بشارع الرباط في طريق عين الشقة في جينا باش نفطروا مع حامد اللي هو هنايا عساس ديال السيارات وديال الإقامات السكنية. جينا نتقاسموا معاه الفطور ونتقاسموا معاه اللي كتب الله بالكون ديالو، انه ما كيفطرش مع الوالدين ديالو والأطفال ديالو لأنه عنده ظروف صعيبة اللي هي التأمين ديال هذه الإقامات السكنية ديال السكان وكذلك السيارات. سي حامد مرحبا بك. شكرا أخويا، بارك الله فيك. السلام عليكم، العواش المبروكة كل المغاربة وكل المشاهدين، وكنشكروا الطاقم ديالكم على هذه المجهودات اللي كيدير. كنشكروا البرنامج ديالكم على هذه المجهودات اللي كيدير، اللي كيوقفوا مع الناس اللي مخصوصين واللي داينه فينا بحال دابا هكا، لان ما كاينش شي واحد اللي كان، ما عمر شي واحد سول فينا بحال هذه الطريقه، ما عمر شي واحد دا فينا، ما عمر شي واحد دا هكا، لان حنايا معرضين للشفاره، معرضين لبزاف ديال الحوايج، معرضين للشتم، معرضين لبزاف ديال الحوايج. وخا هادشي كله شي وحدين الله يكثر خيرهم بلا ما لا داعي للذكر ديالهم، الله يكثر خيرهم واقفين معانا ومساندينا. كاينين شي وحدين اخويا عندهم طوموبيلات ديالهم، عندهم رزقهم، عندهم كلشي ديالهم، ما كيديوهاش فينا، ما كيخلصونا، ما كيعطيونا لا واجب ديالنا ولا والو. واخا صورك سي حميد، يعني شحال مدة وانت ما كتفطرش مع الدار ديالك في رمضان؟ من الاول د رمضان اخويا، ملي بدا رمضان، من الاول د رمضان ما كنفطروش مع والدي، مع ولادي، مع شي حاجه، كنفطر هنايا، هما كيفطروا في الدار لان على حسب الخدمه. ما يمكنليش لان الحومه كلها مخربه، ما يمكنناش نسمحوا في الطوموبيلات عباد الله رزق الناس باش يمشيو يفطروا في ديورنا، ما يمكنناش. واخا سي حميد، كيف كتشوف انك كتفطر في الزنقه؟ شنو الاحساس ديالك ما كتفطرش مع وليداتك بما ان شهر رمضان كيخصو تكون واحد الاسره مجموعه وتكون الشمل مجموع؟ كنحسوا بنقص اخويا، ولكن اش غادي نديروا، الخدمه هي هذه، ما عندنا ما نديروا. بزين كتحس بقهره، كتحس بزاف ديال الحوايج، ولادك تما بوحدهم وانت بوحدك هنايا، ما كاينش ما كت بزين ما نقدرش نوصف لك ديك الاحساس باش كنحس، ولكن الغالب الله ما عندنا ما نديروا اخويا. الحاله الاجتماعيه ديالك حميد كيف دايره؟ الحاله الاجتماعيه اخويا كنحمد الله على بلادنا اللي كتسمى بلاد الحق والقانون. احنا في وسط المدينه ساكنين في شارع بلونكو، شارع الرباط، ومازالين ساكنين في النوايا كيقطروا علينا، لا ما لا ضو لا حتى شي حاجه. وبالنسبه للمدخول ديالك كيف داير مع المدخول؟ المدخول ديالي اخويا ما كتعداش 1000 درهم، 1200 درهم في الشهر. وكتكفيك؟ باش تكفيني اخويا، معلق. باش غتكفيني معلق يعني، اش غادي نديرو؟ ما اش غنديرو؟ عايشين هكا وهكا، المهم حسن من شي ما عندناش وما خصناش، المهم اللهم لك الحمد. دابا انت حميد حكمت عليك ظروف تفطر في الزنقه، ملي كتدخل بالليل ما كيقولوا لك وليداتك والو حيت ما فطرتيش معاهم، كيف ملي كتدخل كيف كيكون الاستقبال ديال الابناء ديالك؟ انا ما كنشوفش ولادي ملي كنخرج مع المغرب حتى لغد ليه في الصباح. ملي كنخرج مع السته العشيه من الدار ديالي حتى لغد ليه مع 8 الصباح ولا 9 الصباح كندخل نشوف ولادي. ملي كتشوفهم شنو كيقولوا لك؟ اش غايقولوا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، ما عندهم ما يقولوا، شنو غادي يقولوا؟ اش غايقولوا؟ واخا سي حميد، انت كذلك الظروف ديالك هي اللي خلاتك انك يعني تفطر في الزنقه باش تحرص على الممتلكات ديال الناس والسيارات. اذا سي حميد غادي نتقاسموا لك كتب الله الفرق والصيام ونكملوا معك الدردشه. مرحبا اخويا، مرحبا. إذن مشاهدينا كيف ما شفتوا تقاسمنا اللي كتب الله مع السي حميد وجاوبنا معاه هذا الحياة اللي كيعيش في الزنقة وكيف طاف في الزنقة، وحتى حنا حسينا به يعني ظروف صعيبة أن الواحد اللي طاف في الزنقة وما يكونش حدا الوليدات ديالو. غادي نمشيو عند السي حميد ونسولوه. السي حميد، يعني كيف جاك هذا الفطور معنا اليوم وكيف حسيتي على أن دخلنا عليك واحد شوية ديال الفرحة ونوسنا؟ الحمد لله أخويا، والله إلا ارتحينا بالله، ارتحينا أخويا الحمد لله، وكنشكركم مرة أخرى نتوما والبرنامج ديالكم، والله يكثر مثالكم والله يجعلكم قدوه للناس اللي ما كيراعيوش للمسكين وما كيراعيوش للانسان بحال هكا. كنطلبوا الله تعالى يعاونكم
ويفاجئ عليكم والله ينصر سيدنا. واخا سي حميد نسولك يعني منين كتفطر شنو هما الامور اللي كديرهم بعد الفطور؟ من بعد الفطور اخويا كنوضوا النظافه، كنوضوا على طوموبيل الناس كنشوفهم شنو واقع فيهم، كنحذاو الناس اللي كيديروا المشاكل والصداع في الحومه، ونطلبوا الله الخير اخويا الحبيب. كيف كتشوف انك راسك تفطر في الزنقه؟ واش يعني هذا الشيء امر عادي ولا الظروف تتخليك انك تفطر تتحتم عليك تفطر في الزنقه؟ الظروف اخويا راه ما كاين حتى شي واحد كيكره يفطر مع ولادو ولا يجلس مرتاح مع ولادو او لا ينعس مع ولادو في الليل. حتى واحد اخويا ما كيكرهش هذا الشيء هذا، ولكن الظروف ديالنا الغالب الله اخويا ما كنقدوا لا نسرقوا ولا نديروا مشاكل ولا نديروا شي حاجه، كنقلبوا على طريف الخبز نعيشوا به ولادنا وهادشي اللي كاين اخويا. اذا شكرا لك سي حميد، كنت معنا اليوم في طور مع ولاد الشعب، يعني كلمه اخيره للمشاهدين. كنقولوا كل المشاهدين شوف تي في العواشر مبروكه، وكل عام وانتم بخير وبصحه وسلامه وطول العمر ان شاء الله باذن الله. اذا شكرا لك حميد، وشكرا لكل المشاهدين اللي كانوا متابعين معنا برنامجكم فطور مع الشعب. كيف ما شفتوا فطرنا مع حميد اللي هو حايز ديال السيارات هنا في شارع رباط في طريق عين الشقاف، تقاسمنا مع اللي كتب الله وشفنا الحاله اللي كيعيش فيها ان ما كيفطر بعيد على الوليدات ديالو. اذا مشاهدينا كنكونوا انتهينا في برنامجكم فطور مع ولاد الشعب، نتلاقاو في فطور واحد اخر، الى اللقاء.